السلام عليكم البنات، كي درتو؟ اخباركم؟ حوالكم؟ كاع لاباس عليكم؟ امور مزيان؟ نتوما كاع مزيانين؟ اليوم جيت معاكم نوريكم هذا الفيديو، جبت لكم هاد الزواقه خفيفه. هانتوما كيف تتشوفوا الجلابه بالقميص، شي حاجه زوينه ونقيه وخفيفه كيف تتشوفوا. انا تنحاول البنات نقرب لكم الفيديو مزيان. هانتوما هذا القميص التحتاني كيف تتشوفوا، والجلابه شوفوا الطريس اللي في القب، نفس الشيء كاين في الكمام، ها هو في الكمامات. هانتوما كيف تتشوفوا، ها هي هابطه لتحت، شفتوا كيف كيف تتشوفوا البنات. والبنات دائما دعمونا بلي لايك ديالكم واشتراك بالنسبه للانسان اللي اول مره يشوف الفيديو ديالي. هانتوما كيف تتشوفوا الفتحه، هاد الفوقاني فيه افتحاء والتحتاني ما فيه لا فتحه لا والو، كيف تتشوفوا باش تجي باينه الرنضه من التحت. وموفقين ان شاء الله وتبارك الله عليكم.